سيدة بسيطة تقف لتودع أحد أقربائها، قد لا يبدو عليها ولو للحظة أنها تلعب أحد أعنف الألعاب. ليدي هوانكا، والمعروفة باسم ريتا توريز، هي مصارعة مشهورة في بوليفيا تلعب في قتال الشوليتاس البوليفي، وهي عبارة عن مصارعة حرة للنساء يرتدين فيها زيا تقليديا من تنانير وقبعات وأحذية ملونة. ريم السيريو كان المقاتل الأول الذي رأيته، وهو الذي ألهمني لدخول هذه الرياضة وتعلم المزيد. إنه مقاتل جيد ورشيق، أنا أحبه وأحب الطريقة التي يقاتل بها، كما أنه يقوم بالعديد من الحركات وكأنه يحلق، وكثيرا ما أحاول تقليده. ليدي التي تعد واحدة من القلائل التي لازلنا يمارسن هذه الرياضة بدأت تدريب فريقا جديدا من المصارعين تحت عمر 20، آمنين في حفظ هذه الرياضة من الاندثار. الجميع يشجعوننا من مختلف الأعمار، فوالدتي مثلا تحب المصارعة، وهذا يساعدني شخصيا على المضي قدما ومحاولة تحقيق الحلم الذي لم تستطع أمي تحقيقه. الرياضة غريبة التفاصيل ومميزة المظهر، لقد حب وتشجيع الكثير من السياح وحتى الأصدقاء. إنه ممتع حقا، والمثير للاهتمام أن المرأة تفوز في النهاية وإن كان عليها قتال رجل. أعتقد أن ما يحدث ممتعا حقا، العرض مسل ومضحك جدا. 50 متدربة بين 3 مدارس، لا زال الطريق أمامهن طويل حتى يبدأن الاحتراف. تلعبن تحت اسم مصارعات مستقلات عن المخاطر، وتسعين إلى الدفاع عن أنفسهن بالإضافة إلى الحفاظ على تراثهن الرياضي الفريد.